ركعتا الطواف. بعد الطواف وقبل التوجه إلى المسعى، يسن للحاج أو المعتمر أن يصلي ركعتين خفيفتين، يقرأ في الأولى سورة الكافرون وفي الثانية سورة الإخلاص، وذلك بعد أن يغطي كتفه الذي كشف عنه خلال الطواف. والأولى أن نصليهما خلف مقام إبراهيم عليه السلام، لكن لا بأس أن تؤديان في أي مكان من الحرم أو حسب توجيهات المشرفين والمسؤولين، خاصة في أوقات الزحام الشديد في أيام المواسم حيث يمتلئ صحن المطاف بالطائفين. ركعتا الطواف سنة نؤديها بيسر وطمأنينة.